تحت رعاية سمو الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة الأمناء لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، أقيم حفل تكريم الإعلاميين الفائزين بجائزتي مؤسسة الحسين للسرطان للإعلاميين والخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي ومحاربة التدخين. وقامت سمو الأميرة غيداء طلال بتسليم جائزة أفضل تقرير برامجي في مجال التلفزيون عن فئتي الجائزة للزميل طلال عبد الله معد برنامج لكي، وذلك عن الحلقات الخاصة من برنامج لكي والتي تم بثها على شاشة عمان تي في في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين. كما فاز طلال عبد الله من قناة عمان تي في عن أفضل تقرير برامجي في مجال التلفزيون في مجال سرطان الثدي وفي مجال مكافحة التدخين أيضا. وهنا أوجه الشكر الخاص لكل من تالا أيوب وطلال عبد الله على بذل جهود مضاعفة. وأكدت سمو الأميرة في كلمتها التي سبقت تكريم المؤسسات الإعلامية الفائزة بالجوائز على أهمية دور الصحفيين والإعلاميين في التوعية بضرورة الفحص المبكر عن سرطان الثدي ومحاربة التدخين، وما كان لهذه المؤسسات من دور بالتشارك مع مركز الحسين للسرطان في تحقيق نسبة كشف مبكر عن سرطان الثدي قاربت 70%. عمان تي في وفي عامها الأول نجحت بوضع بصمتها في الإعلام الأردني، وبالتأكيد ستواصل المسير نحو المزيد من النجاحات بخطى ثابتة وواثقة.